تبحث البنوك عن سبل تمنحها التميز في التعاملات البنكية، الأمر الذي دفع بها إلى زيادة وتيرة المنافسة على تقديم تطبيقات وخدمات ذكية لعملائها، وذلك بهدف تخفيف أعباء الوقت والجهد عليهم. وأكد عدد من المصرفيين أن الخدمات الذكية الجديدة التي تطلقها البنوك والمنصات التكنولوجية التي تقوم بطرح تطبيقاتها تأتي انسجاماً مع مبادرة الحكومة الذكية. أكيد الخدمات الذكية كتير مهمة للقطاع المصرفي، وخصوصي بدولة الإمارات وين عنا نحن تقريباً 80% من المستخدمين بيستعملوا الهواتف الذكية. فنحن كمشرق زدنا الإنفاق على الخدمات الذكية هي السنة تقريباً 250% عن السنة الماضية. القطاع البنكي هو دائماً بيطور نفسه وبيحاول يتماشى دائماً مع التطورات اللي الكاستمر أو زباينه بيحتاجوها، ولكن المبادرات الحكومية مثل مبادرة الحكومة دبي الذكية، مبادرة الإمارات، حفزت البنوك أنها تسرع من خدماتها أكثر من ما إلا بالعادة تسرع. وتواجه المؤسسات المالية والمصرفية بالشرق الأوسط تحديات في أنظمة تقنية المعلومات لدعم الموجة القادمة للخدمات المصرفية النقالة، وذلك في ظل الالتزام بسياسات أمن المعلومات الحكومية الصارمة. وبالاستفادة من أحدث حلول تقنية المعلومات، ستدعم مصارف الشرق الأوسط مفاهيم الابتكار لتدفع القدرة التنافسية وتصبح الأذكى في العالم. احنا ابتدينا في التحدث عن تطوير ادوات الدفع من سنه 2006. النهارده واحنا في 2014 اعتقد عدد كبير من هذه التحديات تم ازالتها. ولو نبص على التوقعات هنشوف انه على 2020 المتوقع انه 50% في الشرق الاوسط وافريقيا من مستخدمي الهاتف الخليوي هيقوموا بالدفع من خلال هاتفهم الخليوي. فده بيدينا مجال كبير ان احنا نطور اكتر واكتر بحيث ان احنا نقرب من تطلعات المستخدمين. النهارده احنا متوقع انه من هنا لحد 2017 هيكون في حوالي 80 مليون شخص في الشرق الاوسط وفي افريقيا بيستخدموا الهاتف الخليوي للدفع، وعندنا دول كتير في المنطقه قامت بده. وكنتيجة للاستثمار في تقنيات متطورة كتحليل البيانات الكبيرة والحوسبة السحابية والتنقلية، فمن المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق التقني للمؤسسات المالية في الأسواق الأربعة الكبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي الإمارات والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 8% إلى 5.8 مليار دولار أمريكي في عام 2018، وذلك وفق مؤسسة الأبحاث والدراسات الدولية IDC.